بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اول عمل الرسول صلى الله عليه وسلم عمله اول ما وصل للمدينه، اول ما هاجر من مكه للمدينه ووصل هو وسيدنا ابو بكر الصديق؟ اول حاجه عملها بناء المسجد النبوي، بناء قاعده يتجمع فيها المسلمين، يؤدوا العبادات ويتناقشوا وياخدوا قرارات في اي حاجه تيجي مستجده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشتغل بنفسه في بناء المسجد، ما كانش مشرف على العمال ولا كان شغال في الحسابات، لا ده هو اللي كان بينقل الحجارة واللبن بنفسه من مكان لمكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بينقل ويشيل حاجة ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. فالمسلمين ما حد فيهم يقدر يكسل، القائد قائد مش قاعد في التكييف، لا ده شغال بإيديه وفي عز الحر وهو اللي بيشيل معاك. فالمسلمين كلهم شغالين ومتحمسين جامد وشغالين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولان هم مش بيميز نفسه عنهم، فكانوا هم بيرددوا وراه يقولوا ايه، لان قعدنا والنبي يعمل فذلك منا العمل المضلل. طيب تعالوا نشوف المسجد ده كان مبني ازاي. المسجد دوت كان مبني من الطوب اللبن التيني مستقيم على الاتجاهات الاربعه، طوله 35 متر وعرضه 30 متر. وبعد كده عبر التاريخ بدأ يزيد كل شويه، يحسوا ان هم محتاجين يكبروا مساحه فيكبروه. الحوايط تقريبا بترتفع مقدار مترين، تمام، يعني خلاص مجرد ان انت رفعت راسك كده خلاص قربت توصل للسقف، يعني واحد زي حالات كده 180 خلاص هيغوص في السقف. كان في 3 ابواب، باب في وسط الجدار الجنوبي، وباب في التلت الشمالي من الجدار الشرقي، وباب مقابل في الجدار الغربي، والجدار الجدار الشمالي ما كانش فيه اي باب. السقف ما كانش مغطي مساحة المسجد كله، يعني مش المسجد كله متغطي، لا ده الرسوم اللي الواحد شافها بتقول ان في 3 صفوف بس من الاعمده في الجهه الشماليه لنص المسجد، في كل صف 6 اعمده هي دي اللي فيها السقف والباقي مفيش صف. في صف غير مكتمل في الجهه الجنوبيه يظل الصفه التي كانت موضع الفقراء والمساكين ومن لا بيت له، وزعم اكثر من تلت ارضيه المسجد كانت مساحه مكشوفه لا يغطيها شيء. وده كويس، مساحة توفر الإضاءة والتهوية، وما فيش أي معلومة إذا كانت في نوافذ في الجدار ولا لأ. كانت صفوف الصحابة بتنتظم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم اتجاه الشمال، حيث كانت القبلة إلى بيت المقدس. فضلت كده 17 شهرا في أكتر الروايات، وبعد كده اتحولت نحو مكة أو بيت الله الحرام. المسجد في البداية ما كانش فيه محراب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقف في منتصف الجهة الشمالية، ولما بيجي يخطب كان بيقف على جذع قريب منه، مازال في موقعه حتى الآن لو حد راح المسجد النبوي، في عمود حجري بيسموه الأسطوانة المخلقة، وما كانش فيه منبر، ولم يكن المسجد مآذن، ما كانش فيه مآذن، ولما ربنا شرع الأذان في القصة المشهورة هنعمل جرس ولا هنعمل، فاتفقوا او يعني ربنا اوحى ليهم ان هم يبقى في اذان، فكان سيدنا بلال بيطلع على سطح المسجد ويقف على جزء من العريش، وممكن يطلع على بيت حد من الساكنين قريب من الجامع. ارض المسجد كانت تراب على نفس النحو، ومجرد بس جهزوا الارض في اي حاجه وحشه بيشيلوها، بس هو كان تراب. فضل كده لحد ما نزل مطر، والمطر ده نزل من السقف وملأ ارض المسجد. ففي بعض الرجال بقى بيجيب يملى طوبه حصى ويفرشه مكان ما هيصلي، فالارض كلها الرسول صلى الله عليه وسلم عجبه الكلام دوت، فالارض كلها اتفرشت بالحصى او بالحصباء ورمل الاوديه الخشن، تمام. بعد كده في قصه مشهوره، في حد واحده من الانصار قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: الا اجعل ابني يصنع لك، معنى الحديث يعني منبر. فاتعمل الرسول صلى الله عليه وسلم منبر من 3 درجات وساب الجذع، فالجذع بكى فالرسول صلى الله عليه وسلم ربط عليه. طيب المسجد والحجرتين بتوع الرسول صلى الله عليه وسلم قعدوا قد ايه يتبني فيهم؟ يعني في روايات بتقول ان هم 7 شهور. الصفه الناس بيقول انها مرتفع ترابي بسيط في الجهه من المسجد، بيمتد من الجهة الغربية إلى قرب الباب الجنوبي طولا وعرضا، بتمتد 2.5 متر، بتبقى فيه أعمدة بتحمل سقف من جريد بيغطي هذه المساحة.
يعني حتى في المسجد النبوي دلوقتي لما تروح بتلاقي فيه يقول لك العمود دوت مكتوب عليه كده، ده عمود كذا، ده عمود، دي الأعمدة الأساسية اللي كانت موجود، أماكنها طبعا اتغيرت بقت أعمدة حديثة دلوقتي، بس كل واحدة فيها ليها لون، وكل واحدة فيها مكتوب عليها دي مثلا اتعملت في الأول، دي بعد كده في التوسعة، دي في التوسعة اللي حصلت بعد كده، وهكذا. ومن ناحية الجنوب الشرقي خارج المسجد في حجرتين ملتصقتين بالجدار، لكل منهم باب بيفتح المسجد، وكانت مسقوفة بالجريد وارتفاعها بارتفاع المسجد النبوي. طب يعني الواحد بيتأمل كده يشوف الزهد، يعني هما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم احنا ممكن نعملها لك يعني من ذهب واي حاجه انت عايزها. الانصار قالوا احنا ممكن نعمل نزخرف لك المسجد وعندنا ناس تعرف. قال لهم لا، عريشك كعريش اخي موسى. ايه عريش عريش اخي موسى؟ لما اقف احس كده ايه ان الساعة خلاص هياخد فيا، ويكون من جريد ويكون حاجه بسيطه خالص، ما يصرفش في كتير يعني، لا تزين المساجد وتبقى بسيطة قدر الإمكان. جغرافية المسجد بتقع في منتصف المدينة، المباني الأنصار بتاخد شكل شبه دايرة ممتدة من أطراف قباء لمنطقة الجرف، فاختاروا هما مكان بتوسط المدينة. دي أحد قواعد التخطيط العمران للمدينة، إن يبقى فيه المبنى الرئيسي موجود هو في النص، كل الناس توصل بيه. وبعد كده بدأت محطة المسجد، بدأوا يشكوا الطرق الرئيسية بتوصل المسجد بجميع الضواحي. فالروايات التاريخية بتقول إن في طريق بيمتد من المسجد غربا لحد مثلا جبل سلع، وطريق من المسجد بيخترق منازل بني عدي بن النجار، وصل إلى قباء جنوبا، ومن قباء وجد طريقه إن يتجه شمال للبقيع. كان عرض الشارع الرئيسي تقريبا 7 أذرع، واللي بيتفرع منه 5 أذرع، ولو في فرع كمان أو شارع أصغر بيبقى 3 أذرع. وشوارع المدينة أغلبها كانت اترصفت بالحصى. والرسول صلى الله عليه وسلم في توسعة عملها بعد كده في السنة 7 من الهجرة، لما رجع من غزوة خيبر، لما عدد المسلمين اللي زادوا، فالصحابة قالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم لو زيد في بناء هذا المسجد يعني يا ريت تزود لنا في الجمع. فاستجاب لهم ووسع المسجد، فزود في طوله 15 متر وفي عرضه 20 متر، فأصبح كام؟ أصبح 50 متر في 50 متر بمساحة 2500 متر مربع. وشكل البنى ما اتغيرش في خالص يعني، إلا في طريقة وضع الطوب اللبن، فكان بطريقة الذكر والأنثى، أي بيضع على بطنين مختلفتين. وفي روايات بتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت كان تمنى إن هو يوسع المسجد النبوي مرة أخرى ويزيد مساحته.